مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم من درب عمار بالضبط قرب مكان الشهير المحلبات أو باساج بوتبول. لاحظنا واحد الفكرة، أن ملي كيكون حملة على أصحاب المحلبات والسناكات كتكون الوقت هاني هنا والوقت بارد هنايا، غير تعطلوا أصحاب المحلبات هما اللي مزرعة في هذا المكان، كتشوف شي نماذج وشي وجوه ديال السرقة وشي وجوه ديال المتسكعين. يا لطيف منهم، شوفوا شحال ديال القاصرين كيديروا السيوسين في هذا المكان، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ما كرهناش أن السلطات أو الجهات المعنية تدير واحد الحل أو دير لهم وقت أصحاب المحلبات أصحاب مولين الزراعات، دير لهم وقت يعني يسدوا في هذا الوقت محدد. ما كاينش اللي كيجمع المشاكل بالذات هاد المحلبات و مولين الزراعة. نشوفو شحال هادو القاصرين في داك المكان لي باساج بوتبول. اقسم بالله الا ما كيسدو هاد المحلبات في واحد الوقت معين كتصفى لابيل، هنا كتصفى لابيل مع المعنى كتخوى الدنيا هنا. غير كيخليو هادو محلولين كيجمعو جميع الاجناس في المكان، جميع الاجناس بالمعنى الكلمة. عدد كبير من القاصرين وسط باساج بوتبول كيديروا السويسيون والدولير. مشاهدينا الكرام، يعني الناس كاين شابات اللي عندهم ولاد من ولاد مجهولين، يعني علاقات غير شرعية. يعني خاص هاد المحلبات هما اللي نزل عايد يديرو لهم واحد الوقت محدد للإقفال. السلام عليكم. خويا بخير، هانية هانية أمور الله يحفظك خويا. كما كتلاحظوا المشاهدين، شوفوا دوك التجمع ديال دوك القاصرين في دوك المكان. كيمتهنوا الدوليو والسليسيون، يعني كون مكانش محلبات ومنزل زرعة حاليا أنا غادي يشوف حالتو، ما يقدرش يوقفو تما كاع نهائيا، حيت كيطلعو كيوقفو تما كيطلبو المارة والزبناء هاد المحلبات والمقاهي اللي لداخل. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث.
وقال اللقاء وكنتمنوا من المسؤولين انهم يستجموا مع المباشر.